انطلاقة فترتنا الإخبارية المحلية من الإمارة الباسمة، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة في مكتب سمو الحاكم سعادة عبد الله محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة، الذي قدم لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة. وتمنى سموه للسفير القطري التوفيق في مهامه المستقبلية، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم، وسعادة عبد الرحمن بن علي الجروان المستشار في الديوان الأميري، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري.